السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، ترتيب فرق الدوري الإيطالي وترتيب الهدافين بعد نهاية مباريات اليوم السبت 17/8/2024، اليوم الأول في الجولة الأولى من الموسم الجديد 2024/2025. متابعين الكرام، قبل ما أبدأ الفيديو أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في سيح جناتك، اللهم ادخلهم في الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين، اللهم امين. اليوم السبت 17/8/2024، جنوة تعادلت امام انتر ميلان 2-2، احرز دفاعي جنوة اليساندرو في الدقيقه 20 وجونيور ميسياس في الدقيقة 95، هدفي انتر ميلان عن طريق ماركوس تورام في الدقيقة 30 واسيست نيكولو باريلا، هدف السنة عن طريق ماركوس تورام ايضا في الدقيقة 82 واسيست دافيد فراتيسي. متابعين الكرام، بارما تعادلت امام فيورنتينا 1-1، احرز بارما دينيس مان في الدقيقة 22 هدف فيورنتينا عن طريق كريستيانو بيراغي في الدقيقة 75. الموبيلي تعادلت امام مونزا 0-0 وميلان تعادلت امام تورينو 2-2، احرز دافعي سي ميلان الفارو موراتا في الدقيقة 89 ونوا اوكافور في الدقيقة 95 اسيست يونس موسى. هدفية تورينو عن طريق مالك سياو هدف مرمى بيلعب لميلان، والهدف السنة عن طريق دوفان زاباتا في الدقيقة 68. متابعينا الكرام، غدا الاحد 18/8/2024 باذن الله تعالى عندنا اكتر مباراة، يعني اعتقد كالياري امام روما اهمهم، مش عارف بقى بصراحة، يعني لسه قنوات ابو ظبي لسه واخدة حقوق اللي هو الدوري الايطالي ولا بيتذاع على اليوتيوب، هيبان الكلام ده مع الجوله الثانيه والثالثه ان شاء الله، لذلك انا ما اعرفش القنوات الناقله حتى الان للدوري الايطالي. ترتيب فرق الدوري وترتيب الهدافين، المركز الاول متابعينا الكرام انتر ميلان نقطه بعد التعادل، كذلك تورينو المركز الاول نقطه، جينوا كذلك المركز الاول نقطه، واي سي ميلان المركز الاول نقطه، كذلك بارما المركز الخامس نقطه، وفيورنتينا المركز الخامس مكرر نقطه، وايموبيلي المركز السابع نقطه، ومونزا المركز السابع مكرر نقطه، كلهم تعادلوا. المركز التاسع دول اللي لسه ملعبوش وهم كالياري ويوفنتوس وهيلاز فيرونا ونابولي وبولونيا وليتشي وكومو، ده صعد من الدرجة الثانية، وروما ولاتسيو وفينيسيا ده صعد من الدرجة الثانية أيضا، وأودينيزي وأتلانتا كل دول لسه ملعبوش، يبقى اللي صاعد كومو وفينيسيا، مش عارف الثالث ممكن يكون أودينيزي ولا مش عارف مين، ممكن مونزا مثلا ولا كان موجود، ممكن جنوا، جنوا تقريبا ما كانتش موجوده السنه اللي فاتت. ترتيب الهدافين، المركز الاول متابعين الكرام في الدوري الايطالي اللي سجلوا اهدافهم ماركوس تورام لاعب انتر ميلان سجل هدفين، المركز الثاني سجل هدف الفارو موراتا لاعب ميلان، كريستيانو بيراغي لاعب فيورنتينا، دينيس مان لاعب بارما، دوفان زاباتا لاعب تورينو، جونيور ميسياس لاعب جنوا، نوا اوكوافور لاعب ميلان، اليساندرو لاعب جنوا، توماس مورغ لاعب ليتشي. اشترك في القناه وفعل زر الجرس لايك الفيديو، كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.